له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى للاشتغال بعلم الدين، وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صح في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، لأن هذه الآية في التفكر فيها استدلال على وجود الخالق سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، واختلاف الليل والنهار معناه تعاقب الليل والنهار، إذا جاء الليل ذهب النهار، إذا جاء النهار ذهب الليل. هذا من يتفكر فيه يتوصل بالتفكر فيه بالاستدلال إلى إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى. الإنسان لو نظر في حال السماء وفي حال الأرض كيف أنها تتغير ولا تثبت على حال واحد، هذا التغير دليل على الحدوث، دليل على أن هذا الشيء لم يكن ثم صار، لأن الحدوث معناه أن هذا لم يكن ثم صار، لم يكن موجودا ثم صار موجودا. لو تفكر كيف أن الليل والنهار بينهما تعاقب يعرف أن هذا الليل حادث وأن هذا النهار حادث، وأن السماوات مخلوقة حادثة وأن الأرض مخلوقة حادثة. والإنسان استعمل هذا النظر العقلي، الاستدلال العقلي، يتوصل به إلى معلومة، إلى فائدة، نتيجة مهمة جدا، وهي أن ينظر أن هذا الشيء الذي يتغير من حال إلى حال معنى ذلك تغيره يدل على أن له مغيرا، غيره من حال إلى حال، لأن الشيء في العقل لا يصح أن يكون هو مغيرا لنفسه بنفسه. العقل السليم هكذا يقضي، هكذا يحكم، أن الشيء المتغير لا يصح أن يكون هو مغيرا لنفسه، بل يقضي العقل السليم أن المتغير لابد له من مغير يغيره من حال إلى حال، من الحال التي يكون عليها إلى الحال التي تطرأ عليه، إلى الحال التي تطرأ تصير في هذا الشيء الحادث. مثلا لو نظر الإنسان في نفسه يقول بالاستدلال العقلي، بالنظر العقلي يقول: أنا متغير، وكل متغير لابد له من مغير. هكذا لو نظر الإنسان في نفسه وفي كل شيء من هذا العالم يقول: هذا الشيء من هذا العالم متغير، وكل متغير لابد له من مغير. هاتان تسميان مقدمتين، أنا متغير أو العالم متغير، هذه المقدمة الأولى، وكل متغير لابد له من مغير، هذه المقدمة الثانية. ما هي النتيجة؟ العالم لابد له من مغير، هذه هي النتيجة، أنا لابد لي من مغير. ثم العقل يقضي بأن هذا الذي يغير الإنسان من حال إلى حال، هذا الذي يغير العالم
من حال إلى حال لابد أن يكون سميعا لا كالسامعين، وأن يكون بصيرا لا كالبصيرين، وأن يكون متكلما لا كالمتكلمين، وأن يكون عليما لا كالعالمين، وأن يكون موجودا لا كالموجودات. كل هذا بالنظر العقلي بالاستدلال العقلي يتوصل إليه، ونحن في القرآن الكريم مأمورون بهذا النظر العقلي، مأمورون بهذا الاستدلال العقلي. لذلك قال شيخ أهل السنة والجماعة الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه، المتوفى سنة 324 للهجرة، قال: الاستدلال على الأصول من فروض الأعيان، الاستدلال على الأصول من فروض الأعيان. ما معنى هذه الجملة؟ معناه الاستدلال الإجمالي على وجود الخالق فرض عين على كل مكلف. هذا معنى هذه الجملة العظيمة. قال: الاستدلال على الأصول فرض على الأعيان، معناه الاستدلال الإجمالي، معرفة الدليل الإجمالي على وجود الخالق سبحانه وتعالى فرض عين على كل مكلف، فمن لم يكن محصلا لذلك فهو آثم إثما كبيرا. الذي لم يحصل استدلالا عقليا إجماليا ولو استدلالا واحدا دليلا واحدا يكون آثما إثما كبيرا. أما الذي حصل استدلالا عقليا على وجود الخالق إجماليا ولو دليلا واحدا على وجود الخالق، هذا يكون حفظ نفسه من الوقوع في هذه المعصية. كهذا الاستدلال الذي ذكرته، وهو شيء سهل. العلماء يقولون الاستدلال العقلي على وجود الخالق شيء سهل، ليس شيئا عسيرا، ليس شيئا صعبا، يمكن للصغير أن يعرفه ويمكن للكبير أن يعرفه. الطفل الصغير إذا فكر بعقله استعمل عقله يتوصل إلى هذا الاستدلال، ليس شيئا صعبا. أنا متغير وكل متغير لابد له من مغير، النتيجة أنا لابد لي من مغير. هذا يسمى استدلالا عقليا إجماليا على وجود الله. ثم في الدخول في تفصيل ذلك، وهذا الذي خلقني غيرني، يعني خلقني أو أبرزني من العدم إلى الوجود، لابد أن يكون عالما لا كالعلماء، سميعا لا كالسامعين، بصيرا لا كالبصيرين، متكلما لا كالمتكلمين. نحن نتكلم بالحرف والصوت واللغة، خالقنا سبحانه وتعالى له صفة الكلام، وكلامه ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، كلامه ليس ككلام العالمين، وبصره ليس كبصر البصيرين. نحن بصرنا بهذا الشحم، ونحتاج للنور، ونحتاج للقرب من الشيء الذي نراه بهذه العين المجردة، وإلا من شأننا أننا لا نرى إلا بهذه الشروط عادة حتى نستطيع أن نرى. الله تعالى يرى كل مرئي بدون أن يحتاج إلى هذا الشحن، بدون أن يحتاج إلى هذا القرب المسافي، لأن الله سبحانه وتعالى ليس حجما حتى يكون بينه وبين شيء من الخلق قرب مسافي. القرب المسافي يكون بين الأحجام، بين الأجرام، بين هذه الأعيان، يعني بين كل واحد وآخر قرب مسافي، بيننا وبين هذا السقف بعد نسبي مسافي، لأن هذا حجم ونحن أحجام، وأنت حجم والذي بقربك حجم. الله تبارك وتعالى ليس حجما بالمرة، فلا يقال بينه وبين شيء من خلقه قرب بالمسافة أو بعد بالمسافة. إذا قلنا المؤمن الطائع قريب من الله، معناه ليس بالمسافة، معناه من حيث المعنى. المؤمن المطيع قريب من ربه، معناه من حيث المعنى قريب من ربه. المؤمن الفاسق بعيد من ربه، معناه من حيث المعنى، ليس معناه أن الله بينه وبين شيء من الخلق يوجد قرب بالمسافة أو بعد بالمسافة، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. أما الاستدلال لمعرفة الأحكام
لمعرفة أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الحج، فهو ليس فرضا على الأعيان. الاستدلال ليس معرفة أحكام الصلاة، معرفة أحكام الصلاة فرض على كل مكلف، لأنه يحتاج أن يصلي، الصلاة مفروضة، الصوم مفروض على كل مكلف مستطيع، معرفة أحكام الصوم بالنسبة لهذا الشخص فرض عليه، فرض على المكلف. نحن نتكلم عن الاستدلال. الاستدلال لمعرفة هذه الأحكام ليس من فروض العين، ليس فرضا على الأعيان، إنما هو من فروض الكفاية. لذلك ليس كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا محصلين للاستدلال على الأحكام، وليس كل التابعين كانوا محصلين للاستدلال على الأحكام، إنما قليل من الناس من يحصل هذا. في الصحابة مثلا الخلفاء الأربعة كانوا محصلين للاستدلال على الأحكام، وأبو هريرة رضي الله عنه، العباس، عبد الله بن العباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، أمثال هؤلاء كانوا محصلين للاستدلال على الأحكام، ليس كل الصحابة. بقية الصحابة ماذا كانوا يفعلون؟ إذا أرادوا التوصل إلى معرفة الاستدلال على الحكم كانوا يلجؤون إلى أمثال هؤلاء من أكابر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في من بعدهم. مثلا الشافعي كان من الذين حصلوا الاستدلال على الأحكام، وأصحاب الشافعي الذين حفظوا مذهب الإمام الشافعي وعرفوا كيف استنبط الأحكام، هؤلاء حصلوا هذا. أما من سوى هؤلاء فليسوا محصلين للاستدلال على الأحكام، وهذا ليس شيئا سهلا. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال: ورب حامل فقه ليس بفقيه. ما معنى هذا؟ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشخص قد يحمل في قلبه الفقه، يعني النص القرآني الذي منه يستدل على حكم من الأحكام، أحكام الصلاة أو أحكام الزكاة أو غير ذلك، لكنه هذا الإنسان الذي حمل هذا الدليل، حمل هذا النص الذي منه يستدل على هذا الحكم، هو لا يعرف استنباط الحكم، فيكون حامل فقه لكنه ليس بفقيه، أو يكون حامل فقه إلى آخر يروي له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيطلع هذا الآخر من الذين أعطاهم الله قوة الاستنباط، استنباط الأحكام من النصوص، إن كان من القرآن وإن كان من الحديث، فيكون هذا الذي حمل الفقه في قلبه بحفظه الدليل من القرآن أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، حمله إلى من هو أفقه منه، إلى من يستطيع استنباط الحكم من النصوص، وهذا ليس كل واحد من الأفراد يستطيع عليه. فإذا واحد سأل، بعض الناس بيسألوا هالسؤال، يقول: شو بدنا بالأئمة الأربعة مثلا، شو بدنا بالمذاهب، ما نستطيع أن نستغني عنها؟ يكون جوابك: لا، لا نستطيع أن نستغني عن هؤلاء الأئمة، لأن القرآن والحديث لا يتمكن أي قارئ أو سامع للقرآن والحديث من استنباط الحكم من نصوص القرآن والحديث، فنحن بحاجة لهؤلاء الأئمة كالشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة ومن كان في مرتبتهم، فهم فعلوا هذه الوظيفة، استنبطوا الأحكام، نحن أخذنا هذه الأحكام وطبقناها، أما نحن نستطيع أنه نستخرج هذه الأحكام من النصوص؟ لا، لا نستطيع. فهذا وظيفة بعض الناس الذين خصهم الله بهذه المرتبة. أما ما تكلمت عنه أولا وهو الاستدلال العقلي الإجمالي لإثبات وجود الله وأن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، هذا كل واحد من العقلاء حتى من الصغار الذين عندهم تمييز يستطيع أن يتوصل إليه، فهو شيء سهل. من أجل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال حين تلا هذه الآية: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، يعني من قصر
فلم يستعمل عقله كما يجب عليه بأن يستدل استدلالا إجماليا على وجود الخالق سبحانه وتعالى، فهو آثم إثما كبيرا. ثم بالنظر العقلي إلى هذا العالم، يعلم الإنسان أن هذا العالم عبارة عن شيئين، عن الأحجام إن كانت لطيفة وإن كانت كثيفة، وعن الأعراض التي هي صفات هذه الأحجام. هذا العالم، كل هذا العالم، العالم هو كل شيء سوى الله، وهو علامة على وجود الله تبارك وتعالى، لذلك سمي عالما. العالم سمي عالما لأنه علامة على وجود الخالق. كل شيء في هذا العالم يدل على وجود الله. إذا واحد استعمل عقله بالنظر إلى أي شيء من أجزاء هذا العالم، يعلم أن هذا يدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. إذا نظر إلى الأرض، إذا نظر إلى السماء، إذا نظر إلى نفسه، كل شيء في هذا العالم يدل على وجود الخالق. هذا العالم منحصر في شيئين، الأجرام وصفات الأجرام، الأحجام وصفات الأحجام، الحجم وصفة الحجم. الأجرام إما كثيفة وإما لطيفة. هذه السماء جرم كثيف، جسم كثيف، وهذه الأرض جسم كثيف، وهذا الإنسان جسم كثيف. ما معنى جسم كثيف؟ يجس باليد، يمس باليد، يحس باليد، يضبط باليد. ما يجس باليد ويضبط باليد يقال عنه حجم كثيف، أو جرم كثيف، أو حجم كثيف. هذه الطاولة حجم كثيف، هذه الآلة حجم كثيف، هذا الإنسان حجم كثيف. النبات، الشجر، الحجر، الماء يضبط باليد، يحمل باليد، يجس باليد، فهو حجم كثيف. وأحجام لطيفة، أجرام لطيفة، كهذا الهواء، هذا الهواء حجم لطيف. الجن حجم لطيف، الجن حجم لطيف، الملائكة حجم لطيف، الروح حجم لطيف، موجودة في حجم كثيف، الذي هو الإنسان، روح الإنسان حجم لطيف موجودة في حجم كثيف، روح الملك حجم لطيف موجودة في حجم لطيف، روح الجن حجم لطيف موجود في حجم لطيف. ما هو الحجم اللطيف؟ هو ما لا يضبط باليد. الهواء إذا عملت هكذا لا يضبط بيدك، لا يضبط بيدك كما إذا أضبط على هذه الآلة، الهواء لا يضبط باليد. الجن، الجن يكونون بيننا ونحن عادة لا نشعر بوجودهم، قد نحس ببعض آثارهم وهم يكونون موجودين بيننا. الملائكة كذلك، الملائكة من لطف أجسامهم هم ألطف من الهواء، لأن مجلس علم الدين ورد في الحديث الصحيح أن الملائكة تحف الحاضرين في مثل هذا المجلس بأجنحتها. هل تحس بذلك؟ لا تحس بذلك. قد تحس بآثار الملائكة، قد تحس بآثار وجود الملائكة، لكن تحس بوجود الملائكة عادة لا تحس، لأنهم أجرام أجسام أحجام لطيفة ألطف من الهواء. الهواء، هذا الهواء نحس به، الملك حين يكون في مكان لا تحس به. كل واحد منا معه جماعة من الملائكة، معه ملائكة يحفظونه من أذى الجن، من أذى الشياطين، من أن يتلاعبوا به كما يريدون. معه، كل واحد منا معه ملك يسجل الحسنات والسيئات، واحد يسجل الحسنات، واحد يسجل السيئات، ملك يسجل الحسنات ويسجل المباحات، أو الآخر يسجل السيئات ويسجل المباحات. هل تحس بوجوده عادة؟ لا، لا تحس لطف جسمه، لأن جسمه لطيف، لأن جسم الملك لطيف. إذا تشكل بشكل الجرم الكثيف تراه. الرسول صلى الله عليه وسلم، الله أرسل له جماعة من الملائكة أيدوه وأيدوا المسلمين في غزوة بدر، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل بقربه وهو يقاتل، فقال له الرسول: تقدم يا مصعب. مصعب أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى الرسول وقال له: لست بمصعب. طلع ملك من الملائكة تشكل بشكل مصعب رضي الله عنه، فقال للرسول:
لست بمصعب، معناه أنا لست من عنيت. وهذا دليل على أن الرسول لا يعلم الغيب. لو كان يعلم الغيب يخفى عليه أن هذا الذي بجانبه يقاتل هو من الملائكة كان عرف. لو كان يعلم الغيب، الرسول لا يعلم الغيب، إنما الذي يعلم الغيب كله هو رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الحجم الكثيف والحجم اللطيف كل خلقه الله، لم يكن موجودا ثم صار موجودا. انظروا بالاستدلال العقلي، قلنا إن الذي خلق هذا العالم وهو الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون مشبها لشيء من هذا العالم، لأنه لو كان يشبه شيئا من العالم لم يكن خالقا له. طيب، هذا العالم منحصر قلنا في شيئين، الحجم وصفة الحجم، الحجم الكثيف واللطيف، وصفة الحجم الكثيف وصفة الحجم اللطيف. الله الذي خلق هذا العالم وهو عبارة عن الأحجام وصفات الأحجام لا يجوز أن يكون حجما بالمرة، لا يجوز أن يكون الله الخالق حجما بالمرة، لا يجوز أن يكون حجما كثيفا ولا يجوز أن يكون حجما لطيفا. يعني لا يجوز أن يكون كالإنسان وهو حجم كثيف، ولا يجوز أن يكون كالملك وهو حجم لطيف. الله خلق هذا وهذا، فلا يجوز أن يكون مثل هذا ولا يجوز أن يكون مثل هذا. لذلك قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه في عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وهذا الإمام أبو جعفر الطحاوي أحمد بن سلامة رضي الله عنه كان من أكابر السلف، كما أن الإمام أبا الحسن الأشعري رضي الله عنه كان من أكابر السلف، توفي في أوائل القرن الرابع الهجري. وأبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه توفي سنة 321، يعني في أوائل القرن الرابع الهجري. هذا من السلف وهذا من السلف، وكل يثبت هذه العقيدة التي هي عقيدة الرسول والصحابة وعقيدة كل المسلمين، أن الله تبارك وتعالى لا يشبه شيئا من هذا العالم، لا يشبه أي شيء من هذا العالم. لو كان يشبهه لم يكن خالقا له. الله لا يشبه الإنسان ولا الجن ولا الملائكة ولا الظلام ولا الضوء. لما نقول الله نور السماوات والأرض ليس معناه أن الله ضوء كبير ممتد، لا، الله نور معناه الله هادي، الله نور السماوات والأرض، هادي أهل السماوات الملائكة وهادي المؤمنين من أهل الأرض من إنس وجن للإيمان، بدليل آخر الآية: يهدي الله لنوره من يشاء. ما معنى لنوره؟ للإيمان. هذا الجزء من الآية يدل على أن أولها هذا معناه، كما فسر هذه الآية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فإذا هذا العالم منحصر في شيئين، الأحجام وهذه الأحجام إما لطيفة وإما كثيفة، وصفات الأحجام. صفات الأحجام تسمى عند العلماء الأعراض، وهي نحو 40، وهي نحو 40. اللون من الأعراض الأبيض والأسود والأحمر وغير ذلك من الألوان، هذا يقال له عرض. شو يعني عرض؟ العرض صفة الجرم، صفة الحجم، لا تقوم بذاتها الأعراض إنما تقوم بالأحجام. يعني اللون لا يقوم بذاته إنما يكون في حجم يكون له لون، يكون في حجم يكون هذا اللون قام بهذا الحجم. هذا الفرق بين الحجم والعرض. الحجم ما له قيام بذاته، والعرض ما ليس له قيام بذاته إنما يقوم بالحجم. الأعراض نحو 40، كالحلاوة والمرارة واليبوسة والبرودة والحرارة، حتى في الأجرام اللطيفة في أعراض. يعني الهواء في الصيف يكون حارا، هذا عرض في جرم لطيف. الهواء في الشتاء يكون باردا، هذا عرض. البرودة عرض في جرم لطيف. الإنسان حجم كثيف،
جسمك يصير باردا في الشتاء، فإذا البرودة التي في جسمك هذا عرض قام بحجم كثيف. بالصيف إذا لم يكن هناك شيء يبرد جسمك يصير حارا، هذا عرض، الحرارة عرض قامت بجرم كثيف. فهذه الطعوم والروائح كلها أعراض، والصوت عرض، الصوت عرض يقوم بجرم كثيف. الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يكون حجما، ولا يجوز أن يكون عرضا، ولا يجوز أن يوصف بالأعراض التي هي صفات الأجرام، صفات الأحجام. الله تبارك وتعالى يوصف بالصفات التي تليق به، لا يوصف بالأعراض. كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس صوتا، الصوت عرض يكون في المخلوق. حين تتكلم أنت ينسل الهواء، لاحظ لو وضعت يدك وأنت تتكلم ينسل الهواء، هذا الهواء يكون فيه هذا العرض، يحمله هذا الصوت. فالصوت هو عرض يكون في الجرم، يكون في الحجم، كما البرودة، كما الحرارة، كما اليبوسة، كما المرارة، كل هذه تسمى أعراضا. الله تبارك وتعالى الذي خلق هذا العالم، والعالم منحصر في الأجرام، والأجرام إما كثيفة وإما لطيفة، ومنحصر بأعراض هذه الأجرام، لا يجوز على هذا الخالق سبحانه وتعالى أن يكون حجما بالمرة، ولا يجوز أن يوصف بعرض من الأعراض كالاتصال والانفصال والاجتماع والافتراق والجلوس والاستقرار. هذا لما يصير اتصال، الجلوس يكون فيه شو؟ اتصال. هذا الاتصال من الأعراض، هذا الاتصال يسمى عرضا، فلا يجوز ذلك على الله. هذا يبين حتى يدرك الإنسان أهمية معرفة هذا الكلام الذي أقوله الآن. وكل هذا الكلام الذي بينته الآن، كل هذا يفهم من هذه الآية، من قول الله تعالى ليس كمثله شيء، ومن هذه الجملة، من هذه الآية، ولم يكن له كفوا أحد. كل هذا الشرح الذي شرحته يفهم من هاتين الجملتين، من هاتين الآيتين، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. كل هذا يفهم من هذه الآية ومن هذه الآية. وهاتان الآيتان من المحكمات، يعني من الآيات الواضحات الجليات التي هن أصل القرآن، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم هن أم الكتاب. أم الكتاب معناه الأصل والمرجع الذي يرجع إليه في تفسير أي آية من كتاب الله، ولا يجوز الخروج عن هذه المحكمات حين يفسر نص قرآني أو نص من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد من التوفيق، بل لا بد من التوفيق. فمن ترك التوفيق وأخذ بظواهر المتشابهات ضل وكفر والعياذ بالله. أما من وفقه الله إلى التوفيق وهم أهل السنة والجماعة فهؤلاء سلمهم الله، لأنهم عرفوا الله تبارك وتعالى على ما يليق به. أما المشبهة المجسمة الوهابية تركوا هذا التوفيق، قالوا لا، نحن لا ندخل إلى، لا نتطرق إلى تأويل شيء من نصوص القرآن، بل نأخذ بظواهر النصوص القرآنية. فهؤلاء جعلوا بقولهم هذا نصوص القرآن متضاربة ومتعارضة، ولا يجوز هذا في القرآن الكريم. لا يجوز أن يكون آيات القرآن يضرب بعضها بعضا، يناقض بعضها بعضا، لأن آيات القرآن يؤيد بعضها بعضا. بالتوفيق يعرف هذا، بالتوفيق بين الآيات المحكمات والمتشابهات. ولنضرب لذلك مثالا، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. كلمة استوى في لغة العرب لها 15 معنى، لها 15 معنى، بعض هذه المعاني تليق بالمخلوق ولا تليق بالخالق. إذا قلت فلان استوى على الأرض يعني جلس، فلان استوى على ظهر الدابة معناه استقر على ظهر الدابة، استوى القمر بدرا معناه تم، تمت
استدارة هذا القمر حتى صار بدرا، يقال استوى القمر بدرا، يقال استوى الطعام بمعنى نضج الطعام وصار في الحالة التي يطلب فيها للأكل عادة، هذا موجود في لغة العرب. هذه المعاني كلها لا تليق بالله، لا يجوز أن يقال الرحمن على العرش استوى معناها تم أو استقر أو جلس أو نضج، لا يجوز هذا على الله. ويوجد من معاني استوى قهر وحفظ وأبقى، هذه من معاني استوى. قال الله تعالى عن نفسه وهو الواحد القهار، والرسول صلى الله عليه وسلم كان حين يتعارض في فراشه يستيقظ بالليل في تقلبه، حين يتقلب يستيقظ عليه الصلاة والسلام فيقول لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. كان هكذا دائما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عند تقلبه أثناء نومه، يقول هذه الكلمة أولها لا إله إلا الله الواحد القهار، الله مسيطر على كل شيء، كل شيء مقهور تحت قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى يليق بالله أن يقال قهر وحفظ وأبقى، العرش يبقى لا يفنى لأنه سقف الجنة كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وحفظ الله العرش من الهوي من أعلى إلى أسفل، لأن العرش هو أكبر جسم خلقه الله، أكبر حجم خلقه الله هو العرش. ما في يا أحبابنا حجم يمتد إلى ما لا نهاية، لا، هذه الأحجام المخلوقة امتدادها إلى نهاية مهما كان الامتداد واسعا، لا يجوز أن يعتقد أنه في حجم امتداده لا نهاية له، هذا لا يجوز، هذا خلاف عقيدة المسلمين. العرش حجم عظيم، هو أعظم الأجرام من حيث الحجم، لكنه ممتد إلى نهاية. نحن ما بنعرف قديش حجم العرش، لكن الله تعالى يعلم، لا شك أنه يعلم. من حفظ هذا العرش العظيم من الهوي من أعلى إلى أسفل؟ الله هو حفظ هذا العرش العظيم من الهوي من أعلى إلى أسفل. لذلك صح أن يفسر هذا النص الرحمن على العرش استوى بقهر وحفظ وأبقى. فإن قال لك قائل الله تبارك وتعالى قاهر كل شيء، كل شيء مقهور تحت قدرته، فلماذا خص العرش بالذكر في الآية؟ قل له الله تبارك وتعالى رب كل شيء، لأنه مالك كل شيء وخالق كل شيء، ومع ذلك قال الله تعالى وهو رب العرش العظيم، مع أنه رب العالمين، مع أنه رب كل شيء، لماذا خص العرش بالذكر في الآيتين؟ لأن العرش هو أكبر جسم خلقه الله، فإذا فهم أن الله مالكه ومسيطر عليه يفهم أن الله مالك ما دونه ومسيطر على ما دونه من باب الأولى. هذه نظير تلك، وهو رب العرش العظيم نظير هذه، الرحمن على العرش استوى. وهكذا في كل الآيات المتشابهة، إذا واحد وفق، عرفتوا شو يعني وفق؟ وفق بين المتشابه والمحكم، يعني لم يحمل النص المتشابه على وجه يخرج هذا التفسير الذي فسره عن كونه موافقا منسجما مع الآيات المحكمات. إذا ترك التوفيق هلك وكفر وشبه الله، كما حصل من المجسمة الوهابية ومن كان على شاكلتهم. الوهابية يدعون رجلا ظهر منذ نحو 260 سنة تقريبا، معنى ذلك أن دينهم جديد، ليس الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لهم أتباع. كما أنه في القرون الثلاثة الأولى ظهر أناس ينتسبون للإسلام، القرون الثلاثة الأولى يعني قبل 1000 سنة من هذول الوهابية، ظهر رجل يسمى بيان بن سمعان، كان رجلا ضالا، قال الله تعالى يقول كل شيء هالك إلا وجهه، قال العالم شيء وهذا العالم سيهلك، قال والله شيء، فالله يهلك ولا يبقى منه
إلا هذا الجزء المركب على البدن على الجسم. جعل الله تعالى جسما مركبا عليه هذا الجزء الذي هو الوجه فكفر والعياذ بالله. هو ماذا قال؟ قال أنا أفسر الآية، كل شيء هالك إلا وجهه. قال العالم شيء وهو يفنى، والله شيء وهو يفنى، ولا يبقى منه إلا هذا الجزء. كفر هذا. ولو كان قال أردت أن أفسر القرآن وأردت أن أوضح للناس، كفر، كذب الآية، ليس كمثله شيء. لو كان الله جسما مركبا لكان يكون مثله كل هذه الأجسام المركبة، وهو خالقها، كيف تكون مثله؟ كيف يكون الله مشابها لها وهو خلقها سبحانه وتعالى؟ وهكذا الوهابية فعلت، أخذت النصوص المتشابهة على ظواهرها، فقالوا الله في جهة العرش لأنه قرأوا الرحمن على العرش استوى. بعض الذين يدعون الفهم والذكاء منهم قال الله موجود بلا مكان لأنه فوق العرش حيث لا مكان، يعني هذا بيعتبر حاله من الحزاق المتحزقين، يعني أنه من أهل الفهم. فوق العرش يوجد مكان، ما يكون فوق العرش يكون في مكان، لأن فوق العرش يوجد مكان. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أنه يوجد فوق العرش كتاب مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي. يوجد كتاب فوق العرش مكتوب في هذا الكتاب إن رحمتي سبقت غضبي. طب هذا الكتاب حجم، والحجم شو بيأخذ؟ حيز من الفراغ، يملأ حيزا من الفراغ. معناه يوجد كتاب فوق العرش في مكان ملأ حيزا من الفراغ، يعني فوق العرش في مكان. فلا يقال الله فوق العرش حيث لا مكان كما ظن هذا الوهابي أنه توصل لنتيجة، والعياذ بالله من جهله وفساده، وهو يظن أن هذا علم وفي الحقيقة هذا جهل وليس علما. إن رحمتي سبقت غضبي، هذه الكلمة ما معناها؟ معناها مظاهر رحمة الله أسبق وجودا من مظاهر الغضب، ومظاهر رحمة الله أكثر من مظاهر الغضب. مظاهر رحمة الله أكثر من مظاهر الغضب وأسبق وجودا. الله تبارك وتعالى أول شيء أبرزه من العدم إلى الوجود هو الماء. لم يكن في الأزل لا ماء ولا ملاء ولا فراغ ولا عرش ولا كرسي ولا سماء ولا جن ولا إنس ولا ملائكة، لم يكن في الأزل إلا الله. ولم يكن في الأزل أجرام ولا مكان ولا فراغ ولا زمان، حتى الزمان حادث. أول شيء خلقه الله هو الماء. بخلق الماء وجد الزمان، ثم بعد ذلك تتابع الخلق، خلق الله العرش والقلم الأعلى واللوح المحفوظ، وخلق السماوات والأرض، وخلق الظلمات والنور، وخلق الأشياء. لكن أول شيء أبرزه الله من العدم إلى الوجود ما هو؟ الماء. بحدوث الماء خلق الله الزمان. ما كان فيه في الأزل زمان، لا زمان ولا مكان ولا إنسان ولا جن ولا ملائكة. في الأزل لم يكن إلا الله، الله الذي كان في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان، ولم يكن عرش ولا سماء ولا كرسي ولا فراغ، كان موجودا بلا جهة ولا مكان. وبعد أن خلق الخلق لم يزل موجودا بلا جهة ولا مكان. بعد أن خلق هذا الخلق لم يزل موجودا بلا جهة ولا مكان، هو لا يتغير، وهو ليس حجما حتى يأخذ حيزا من الفراغ. فهموا هذه القضية. الوهابي طالما هو لا يفهم أن الله ليس حجما، لا يفهم أن الله موجود بلا جهة ولا مكان، طالما هو بيعتقد أن الله حجم بيعتقد أن الله له جهة ومكان. السني الموفق للفهم الصحيح يعتقد أن الله ليس حجما فهو موجود بلا جهة ولا مكان. اربطوهم مع بعض هذول المعلومات حتى يبقوا راسخين في القلب لأنهم مهمين كثير. السني الموفق للفهم الصحيح عرف، رزقه الله الفهم الصحيح، أن الله ليس حجما بالمرة فهو موجود بلا جهة ولا مكان. الله ليس حجما بالمرة فهو موجود بلا جهة ولا مكان. الوهابي يعتقد أن الله حجم، فيقول كيف بده يكون حجم وما له جهة ولا مكان؟ فيعتقد في الله أن له جهة
وأن له مكانا، وهذا ضد العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ضد عقيدة الرسول، ضد ما جاء في القرآن الكريم، حرم الفهم الصحيح. فأشبه بيان ابن سمعان اللي صار عنده طائفة اسم البيانية بتنتسب له، وكان في القرون الثلاثة الأولى الوهابية، أشبه هذا الإنسان في فساد الاعتقاد. هو اعتقد في الله ما لا يجوز عليه، وهم اعتقدوا في الله ما لا يجوز عليه سبحانه وتعالى. لو وفقوا الآيات المتشابهة والنصوص المتشابهة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مع الآيات المحكمات ما كانوا وقعوا في هذا الضلال، ما كانوا وقعوا في هذا التشبيه، ما كانوا وقعوا في هذا الكفر والعياذ بالله. لكنهم لا يوفقون، يضربون آيات القرآن بعضها ببعض، ومن ضرب آيات القرآن بعضها ببعض فهو كافر، لا يكون مسلما، لا يكون عارفا بربه، ولا يقال عنه مؤمن، ولا يقال عنه يعبد الله. الذي يتصور جسما قاعدا على العرش ويقول هذا هو الله، لا يقال عنه هذا يعبد الله. ماذا يقال عنه؟ قال عنه هذا يعبد شيئا تخيله وتوهمه. هو تخيله وتوهمه، في الحقيقة لا وجود له، لا يوجد فوق العرش جسم حجم عليم بصير حي قيوم مريد سميع، لا يوجد هذا، هذا في مخيلة الوهابية المشبهة. هذه الجملة إن رحمتي سبقت غضبي، معناها مظاهر رحمة الله أسبق وجودا من مظاهر الغضب. الله تعالى خلق الجنة قبل النار، الجنة من مظاهر رحمة الله، وجعل الجنة أوسع من النار، أكبر من جهنم بكثير، وخلق الملائكة قبل خلق الإنس والجن، والملائكة من مظاهر رحمة الله، والملائكة أكثر عددا من سائر خلق الله، يعني من الإنس والجن وبقية المخلوقات كمان من حيث العدد هم أكثر عددا، فهم الملائكة من مظاهر رحمة الله. صفات الله ليس فيها سابق ومسبوق، الله أزلي وصفاته أزلية أبدية، لا يقال الله تعالى علم شيئا ثم بعد أن علم قدر، ثم بعد أن قدر شاء، على معنى حصول صفة بعد وجود صفة قبلها، لا، الله تعالى شاء في الأزل وقدر في الأزل وعلم في الأزل ما سيكون. لا يقال الله علم بعلم حادث أو أراد بإرادة حادثة أو قدر بتقدير حادث. هذه الأمور اللي عم نقولها أحبتنا كثير مهمة أن تفهموها للصغار، مش كل التفاصيل، للصغار حتى ينشأوا على العقيدة الصحيحة ويدافعوا عن العقيدة السنية، عن عقيدة الرسول والصحابة. حدثني بعض الناس الذين كانوا في الحجاز ودرسوا في المدارس التي يعلم فيها الوهابية، قالوا كنا في الصف، انتوا صغار بالصف تتذكروا لما الاستاذ يسأل سؤال وبدنا نجاوب شو بنعمل اذا مرتب وكذا، بنحط ايدنا على الصفعة ونعمل هيك، انه انا هذي وهذا وعم بس اصبعي والاستاذ بده بنقيني. قالوا لهم في المدرسة المشايخ الوهابية لا ترفعوا اصبعا واحدا لان هذا يشير الى الله الذي في السماء، اذا اردتم ان تطلبوا الكلام اشيروا باليد كلها. فهني صغار ينشئونهم على الاعتقاد الفاسد، هذول أطفال كانوا بالمدارس بالابتدائي. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على العقيدة السنية، الحمد لله على أننا ننزه الله تبارك وتعالى. قالوا لي ونحن صغار كنا إذا حصلنا على شيء نفرح به نقف ونعمل وكهكذا، نقبل على زعمنا نقبل الله لأنه في جهة فوق. من أين جاءهم هذا التصور الفاسد من الوهابية، من عقيدة الوهابية التي يزرعونها في الصغار أن الله في جهة فوق؟ الله كان موجودا في الأزل، لم تكن في الأزل جهات، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، كان موجودا بلا جهة ولا مكان، والله لا يتغير، لم يزل موجودا بلا جهة ولا مكان. الحمد لله أنه كان فيه مثل أبي جعفر الطحاوي رضي الله عنه الذي قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، والذي قال عن الله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات
لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. شو يعني لا تحويه الجهات الست؟ يعني الله موجود بلا جهة ولا مكان، هذا معناها. الوهابية يقولون نحن مع السلف الصالح، السلف الصالح بريئون من الوهابية، من هم مع السلف الصالح؟ لكن في زمنهم ولا يقولون بمقالاتهم ولا يعتقدون معتقد السلف الصالح. أي السلف الصالح؟ لا تحويه الجهات الست. شو هي الجهات الست؟ فوق وتحت يمين وشمال قدام واربع، في غير الجهات. جهات الست لا تحوي رب العالمين، معناه هو موجود بلا جهة ولا مكان، هذا معناه لا تحويه الجهات الست. شو يعني ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفى؟ الذي يصف الله بصفة من صفات البشر فهو كافر. الجلوس من صفات مين؟ صفات البشر وغير البشر كمان من المخلوقات التي تجلس. هم وصفوا الله بالجلوس والاستقرار والكون في الجهة والمكان وزعموا أنهم مع السلام. تعرفوا أحبابنا كلكم أظن، ومطلوب تتحمسوا أكثر في المستقبل إن أعطاكم الله العمر باستعمال أجسامكم وألسنتكم وأموالكم في بذلها في الدعوة إلى الله أكثر وأكثر. لما تسمعوا أن أحبابنا عملوا دورة هون تجي عليها حوالي 650 ولد 400 ولد جداد، لما تسمعوا هالكلام قلبكم بيفرح. بس كيف يجوا 650 ولد؟ ما كان حدا من سنوات مضت ما كان حدا يعمل دورات. هذه الدورات اللي بيعملوها أحبابنا أعداء الدين، أعداء الله من حزب الإخوان والوهابية ومن كان على شاكلتهم، لما سمعوا بهذا صاروا يعملون الدورات. شو يعملوا حتى يجلبوا الناس؟ يعطوهم مصاري. احنا بنقول لهم اذا فيكم تتبرعوا 20,000 40,000 50,000 60,000، لانه الاولاد بدهم ياخذون رحلات تتكلفوا عليهم تكاليف باهظه كثيره، الاف من الدولارات بيتكلفوا عليهم، هن عم يعملوا هذا لوجه الله احبابنا. ومع ذلك بعض الناس بتقصر في هذا الواجب. هو واجب هذا الامر، بيان حال الوهابية واجب، بيان عقيدة أهل السنة والجماعة واجب، تعليم الناس هذه العقيدة واجب. شو وظيفة الخطباء على المنابر؟ قال العلماء وظيفة الخطباء على المنابر تعليم عقيدة أهل السنة والجماعة وبيان الواجبات والمحرمات. هلا وين في خطيب يعلم عقيدة أهل السنة والجماعة على المنبر ويحذر من الكفريات ويعلم ما هو الحلال وما هو الحرام؟ هذه الوظيفة أكثر الناس تركوها، حتى على التلفزيونات لا يعلمون العقيدة، بل في كثير من الأحيان يعلمون ضد عقيدة أهل السنة والجماعة. امرأة جابت أولادها في سنين مضت تعلموا الحمد لله العقيدة التي نعلمها العقيدة السنية. هالسنة الصقرة بطالب عرمون مسجد الحسن اسمه، قالت ببعث أولادي قريب من بيتي لهون، فأرسلت أولادها. إجا الشيخ الوهابي قال لهم وين الله؟ ما بيقولوا الله كمان. فقال الذين تعلموا معنا والحمد لله الله موجود بلا مكان. وقال الجهال الذين سمعوا يمكن من أهلهم أو من غير أهلهم الله موجود في السماء. اللي قالوا الله موجود بلا مكان قالوا نقوموا وقفوا على الحلف، ثم ضربهم حتى يقولوا الله موجود في السماء. تتذكر أيام الجاهلية، ثم لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة ينزهون الله يوحدون الله، وكان بعضهم يتعرض للأذى لأنه يقول عن الله أحد أحد، فيؤذى لأنه يقول عن الله أحد أحد. هلا صار يؤذى اللي بيقول الله موجود بلا مكان. قبل هذه السماء الله كان موجودا، السماء جرم الذي يكون فيها يكون مخلوقا، لكن حرم الفهم الصحيح. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من أحببت له أن يكون مهتديا لا يكون إلا إذا شاء الله له أن يكون مهتديا. لكن شوفوا ما الحال وصلنا لها، صار الذي ينزه الله يضرب لأنه نزه الله، ويؤمر بأن يقول عبارة فاسدة كفرية فيها تشبيه لله بخلقه، يؤمر بأن يقول الله موجود في السماء. لما تسمعوا هالكلام ما بيتحرك قلبكم لنصرة عقيدة أهل السنة والجماعة بما تستطيعون من قول وجهد بالبدن وجهد بالمال؟ هذا كله من الجهاد. إذا نصرت عقيدة أهل السنة والجماعة بلسانك هذا جهاد، جهاد البيان. إذا نصرتها بمالك هذا جهاد. إذا نصرتها بالجهد البدني
رح تجيب الأولاد أو الكبار حتى يحضروا درس عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا جهاد بالجهد البدني، كل هذا من أنواع الجهاد. لذلك علينا أن نبين التوحيد، أن نذكر التوحيد حيثما كنا، برحلة العمرة، برحلة الحج، نحن ماشيين على الطريق، نحن بالدكان، نحن بسيارة التيرفيس، نحن عم نزور الأقارب، نحن بالمسجد، أينما كنا علينا أن نبين التوحيد وأن نحذر من الكفريات. قلت لكم عن شخص، هو أخبرني عن شخص يعرفه ممن ينتسب للإسلام ببلاد سموها بلاد إسلامية، قال حين قابلته وتعرفت إليه عرفت أنه يعتقد أن الخالق سبحانه وتعالى هو هذه الأرض التي نعيش عليها، من عائلة معروفة. قال لي كان يعتقد أن الله هو هذه الأرض التي نعيش عليها. طب وين هذا صار فيها؟ في رجال كبير، مش عايش كان بالماوماو ولا بمجاهل أفريقيا، عايش هون ببلاد المسلمين عايش، كيف وصل إلى أن اعتقد أن الله هو هذه الأرض؟ بالجهل، ما تعلم علم الدين. أكثر الأهل يتركوا أولادهم بدون علم، أصلا اللي بيتركوا أنفسهم بدون علم، يتركون أنفسهم بلا علم، فكيف يطلع الأولاد؟ لا قرنوهم بمن يعلمهم، ولا تعلموا وعلموهم، ولا وضعوهم في المدارس التي تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة. شو بده يطلع الولد؟ يلعب به الشيطان كما يلعب الطفل بالكرة، فيعتقد هذه المعتقدات الفاسدة. واحد من أحبابنا بيدرس في بيروت، قال لي كنت أدرس شخصا في بيروت وأشرح له التنزيه، سمع الله تبارك وتعالى لا يشبه الجن، لا يشبه الإنس، لا يشبه شيئا من الخلق، لا يشبه الملائكة، ليس ضوءا، ليس كالظلام. شو قال له هذا؟ قال بده يكمل عزعمه، بده يساعده للشيخ. قال له ايه، ربنا هو ضميرنا، ربنا هو الضمير، وهو يظن بنفسه أنه من المسلمين. قال له ربنا هو ضميرنا، الضمير هو القلب. قال له ربنا هو الضمير، فكر حاله أنه عم بيقول كلام صحيح وعنده بقوة وثقة والعياذ بالله. واحد من أحبابكم الصغار لأنه دون 20 سنة بيحضر معنا الدرس في المسجد، لكنه يحب الخير ويحب ذكر التوحيد، كل ما يطلع سيارة سيرفيس يبلش يحكي معه بالدين، ولأنه صغير بعد لحيته ما نبتس بينتبهوا له أنه هذا شو عم يحكي بالدين هو صغير، فيلتفتون لكلامه في كثير من الأحيان. حدثني بعدة حوادث حصلت معه حتى أنتم كمان تتنشطوا على عمل الدعوة إلى الله، شوفوا قديش في إنقاذ للناس من الهلاك. منها قال لي مرة كنت عم بشرح لرجل كبير في السن عمره فوق 60، فشرحت له شيئا في العقيدة لأنه بالتريس مسافة قصيرة، قيمت له ما يكون من الكفر باللفظ، ثم سألته من أين أنت؟ فقال له أنا من حلب. قال له انتبه في حلب في ناس يقولوا أبوس ربك وهذا كفر والعياذ بالله، واللي بيكفر عليه أن يتشهد، ما بينفع يقول استغفر الله. قال لي فصار يبكي، قال له أنا كل عمري بقول أبوس ربك وأبوس الله وما كنت عارفين، وقال له ما بعرف أنه اللي بيكفر بده ينطق بالشهادتين، أول مرة بسمعها هيك. طب ليش ما بيعرف حلب وين؟ المجاهل هي وين حلب؟ ها في بلاد المسلمين، ليش ما بيعرف؟ الخطباء على المنابر قصروا، واللي بيسموهن الوعاظ قصروا، واللي بيسموهن مدرسين بيقولوا هذا مدرس وهذا واعظ، قصروا في تعليم الناس ما يحتاجون إليه. تفتح تسمعوا ساعتين وثلاث ساعات عم يحكي لا يأتي على ذكر تنزيه الله، لا يأتي على ذكر التحذير من الكفر اللي هو موجود ببلاده، هو عارفان، هو عارفان شو وين عايش، عارفان انه هذا الكفر موجود، لما لا يحذر منه؟ قال لي هذا الرجل صار يبكي. حدثني عن رجل اخر علمه العقيدة فقال له انت وين هالعلم اللي عندك؟ وين بتدرس؟ قال له بمسجد برجة بحيفا. قال له فيني يجي احضر درس؟ قال له فيك تجي. قال له امتى؟ قال له يوم كذا ويوم كذا تجي اهلا وسهلا فيك. واخذ حتى نمر التليفونه. قال لي ثم صار يتردد الى المسجد، صار يحضر الدروس والحمد لله. بعد مدة ما عاد شافه فاتصل على التليفون، رد واحد ثاني قال له بدي فلان لفلان. قال له انا ابنه، شو بتريد منه؟ قال له لا كنت بدي اسلم عليه. قال له هو بالمستشفى بغيبوبة، اللي كوما سموها الكوما. اتصل فيه بعد اسبوع قال له توفي الحمد لله. شو بيكون هذا عمل؟ انقذه، كان على جهل، هذا كان يعتقد اعتقادات فاسدة غيرها وتشهد بفضل الله من كلام أخينا الصغير.
فكل واحد منا ينبغي أن يذكر التوحيد وأن يذكر تعليم العقيدة في أي مكان حيث استطاع، وأن يحذر الناس من هذه الكفريات. حدثت غيركم بشيء الآن وأحدثكم به. السنة الماضية التقيت بشيخ بالبقاع، هذا شاب لطيف، هو درس في الأزهر، تخرج من الأزهر، تعرفت عليه عن طريق واحد من أحبابه. فأثناء الطريق صار يحدثني عن بعض الأمور التي رآها أثناء دراسته في الأزهر هون، الأزهر اللي بالبقاع. فطلبت عمو جابوني كتاب اسمه الصراط المستقيم. طلع يحكي لي هذا الشاب عم يحكي، قال لي فقرأته من أوله لآخره. قال لي انبسطت فيه كتير، ما شاء الله شو هذا النافع اللي هلا تحتاج له، في بيان أركان الكفر، في توحيد، قال الله، قال الرسول، قال الشافعي، قال أبو حنيفة، قال أبو بكر، قال علي بن أبي طالب، قال فلان، فكله اللي ما لازم شيء غلط، كله حلو عجبني كثير. وهو بيعرف شيخ ضيعة مجد العنجة، أنا مش موسى العنجة، بمرش. فقال له يا شيخ فلان أنا بدي أجي أعطي محاضرة بالمسجد. هو شيخ أزهري لأنه قال له أهلا وسهلا فيك، ليش لما بدك نعين لك موعد وتفضل أعطي محاضرة. قال لي فقمت أنا راجعت أقسام الكفر الثلاثة وحفظت، لأنه بعرف في بلدي هون بيكتبوا كثير، بالمرج كثير يحبون الله، حتى إنه قال لي شيئا محزنا جدا، قال لي حتى إنه بالمرج عملوا مسابقة مع تصوير فيديو فيها جائزة للذي يخرج أطول كفرية. قال لي فصاروا يغيروا بالكفر، واحد عمل أطول كفرية اسمه محمد على أحد الجائزة الأولى. هذا الشيخ الأزهري هو حكي لي السنة الماضية. قال لي فرحت على المسجد وعطيته هذا الدرس، بس قال لي ما أخذت الكتاب، حضرته بنفسي وعطيته إياه. بالأخير قلت لهم من وقع في شيء من الكفريات فعليه أن يتبرأ من هذا الكفر وينطق بالشهادتين حتى يدخل في الإسلام، ولا ينفعه قول استغفر الله. قال لي فقام الشيخ الكبير من 70 و80 أظن، ونظر إلى الشيخ الضيع اللي هو عم يضيف هذا الإنسان بعيد. قال لي يا شيخ صحيح اللي عم يقوله الشيخ إنه إذا واحد كفر بده يتشهد؟ قال له صحيح. قال له ليه ما بتقولوا لنا؟ قال له ما بدنا نعمل مشاكل بين الناس. قال له ما بدنا نعمل مشاكل بين الناس؟ يعني الرجال اللي هم العوائل طرف زعلان، قال له الله أكبر حنروح على النار. معروف عندهم انه في كفر كثير، ولا يقال لهم من كفر عليه ان يرجع عن الكفر ويتشهد حتى يرجع الى الاسلام. كان واحد مسلم كفر، شو بده يعمل يرجع الاسلام؟ بده يتشهد. قال له حتى ما نعمل مشاكل بين الناس. اذا كان هدول اللي بسموهم وعاظ وائمه وبسموهم المدرسين والخطباء على المنابر، شو بدهم يخرجوا من تحتهم هدول؟ ماذا يخرجوا من تحت امثال هؤلاء؟ فيا احبابنا، بيان حال أهل الضلال واجب حتى يحذرهم الناس، إن كانوا من الوهابية أو حزب الإخوان أو جماعة رجب ديب أو حزب التحرير أو جماعة سحر حلبي ومنيرة قبيسي وأميرة جبرين ومن كان على شاكلتهم. بيان أحوال هؤلاء الضالين واجب حتى يحذرهم الناس، من استطاع أن يحذر منهم وتقاعس وقعد عن ذلك فهو فاسق من الفاسقين. لولا التحذير من أهل الضلال كيف بخف شر ده؟ عمر خالد بدنا نحذر منه، ببعض الدروس حذرت منه، في ناس سمعوه الدرس قالوا لي نحن كنا كل العائلة نقعد نسمع على عمر خالد مفكرينه داعية إلى الله، ما بيعرفوا، ما عندهم تمييز، ما تعلموا حتى إذا تكلم بالفساد يميزوا. أنا بعض الناس بيقول لك ما سمعنا بكلامه غلط، كيف أنت تعرف إذا غلط إذا كنت لا تعرف الصواب من الغلط؟ كيف؟ إذا واحد ما بيعرف كيف بده يعرف إنه غلط؟ إذا واحد جابوله قالب حلوى جاتو من ألذ جاتو حطوله بقلبه سم وما بيعرف إنه قلبه سم وأكله بحسب العادة ما بيتسمم، عرف إنه فيه سم ولا ما عرف إنه فيه سم؟ إذا أكل شو هيصير فيه؟ سمم. كونه ما بيعرف لا يحفظه من أذى هذا السم. هذول جهال لا يعرفون. فذكرت لهم لهذول الناس أنه قال إبليس ما كفرش عاد مرتين،
والله يقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قالوا أعوذ بالله، نحن اللي وصلنا، نحن اللي نبهتنا. طب إذا نحن قصرنا وغيرنا قصر، كيف الناس بدها تحذر من أهل الضلال؟ بيتسمعوا على عم خالد لأنهم لا يعرفون وجهلهم ليس عذرا، بيتسمعوا على خالد الجندي لأنه ما بيعرفوا، جهلهم ليس عذرا. هذا عمر خالد والعياذ بالله. قال الصحابة كفلوا حرية العقيدة، قال الإسلام كفل حرية العقيدة، قال كل وحدة تعبد اللي هي عاوزة اللي هي عاوزاه. هذا الكلام ضلال مبين. معنى كلامه أنه إذا واحد بده يختار غير الإسلام، معلش الإسلام كفل له أنه له حرية أن يختار غير الإسلام. هذا معنى كلمة كفل حرية العقيدة الفاسدة، الكلمة الفاسدة. والعياذ بالله، قال الإسلام كفل حرية العقيدة، قال الصحابة كفل حرية العقيدة، قال كل واحدة تعبد اللي هي عاوزة. هذا من أشنع الكفر، كيف يترك؟ وخالد الجندي أيضا من أهل الضلال، محمد سعيد رمضان البوطي كذلك يجب أن يحذر منه، يوسف القرضاوي يجب أن يحذر منه. مصيبة هؤلاء، مصيبة هؤلاء. صار الحال مثل ما قيل اتسع الخرق على الراقع، يعني صار الفساد كثيرا بحيث الوقت لا يمكن الدعاة الطيبين من أن يملأوا كل الفراغ حتى يحذروا الناس في كل المجالس في كل الأحوال في كل المواطن في كل البلاد من أهل الضلال. لكن الإنسان منا عليه أن يفعل ما هو في وسعه. أسأل الله تعالى لنا ولكم السلامة. اللهم أحينا على عقيدة أهل السنة والجماعة وتوفنا على هذه العقيدة. اللهم أحينا على عقيدة أهل السنة والجماعة وتوفنا على هذه العقيدة. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين. اللهم أحسن خاتمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اغفر لنا سيئاتنا وإسرافنا في أمرنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا في هذه الليلة برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أكرمنا بشفاعته. اللهم إنا نسألك وفاة بأرض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك شهادة في سبيلك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا. بعد أن نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حدا عنده سؤال يبعث لي ورا، يعني بدي أشوفكم هيك منتظمين، مش لما أقوم تقول هلأ صار عنا سؤال. اللي عنده سؤال يبعث لي ورا. الله يبارك فيكم، حيحطوا أحبابنا صندوق للتبرع للمصالح الإسلامية. طولوا بالكم بما يشمل أمر الدعوة وأمر هذه اللي قلناها الله وغير ذلك من مصالح المسلمين. أتمنى عليكم تضعوا في سبيل الله في هذا الصندوق اللي هلأ أنتم خارجين، واللي بده ينصرف ما بده يقعد لبقية المجلس نستودعه الله، اللي بده يقعد نستحفظه الله، بس بسكينة لأنه هذا اسمه مجلس علم، السؤال والجواب كمان مجلس علم. فهل الجماعة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. إذا فيكم تضبطوا حالكم إن شاء الله، إذا فيكم تضبطوا حالكم بعد بالصمت والهدوء، أتمنى يعني حتى نستطيع نعمل العمل الخير على ما يرام. على رسول الله اسمعوا هذه القصة مشان تروها للناس تاخذوا منها عبرة.
أم طول أول ما كنت أتعلم الشرع ذهبت مع أهل إلى خطوبة، فواحد في المجلس قال إن الله جالس على العرش، قالت فصرت أكلمه وراجعه، فقال أنت تريدين أن تقولي الله ليس كمثله شيء؟ فقلت نعم، قال هذه آية منسوخة. شوفوا ما لحاله وصلنا هذا، قال عن آية ليس كمثله شيء التي هي أصرح وأعظم آية في القرآن في تنزيه الله عن مشابهة الخلق، قال هذه آية منسوخة. ليش النسخ يكون في مثل هذا من شدة جهله؟ ما بيعرفش يعني نسخ، نسخ لا يكون في مثل هذه الأشياء، نسخ ما بيجي بالأخبار، ما بيجي في قضية تنزيه الله في عصمة الأنبياء، ما فيه النسخ هذول. نسخ بيكون نسخ حكم شرعي يتعلق بحكم من الأحكام، حكم صلاة مثلا، حكم صوم ونحو ذلك، حكم زيارة القبور، بيكون في حكم ثم يأتي حكم آخر ينسخ ذلك الحكم، ما بيكون في نسخ بالأخبار. النسخ يكون في الإنشاء فقط، فيما هو فيه حكم، مثل حكم بالصلاة، حكم بالزكاة، حكم بزيارة القبور، يأتي في مثل هذا النسخ. فهذا مثل هذا يجب أن يحذر منه ومن كلامه الفاسد. بارك الله فيكم، قلنا لكم تبرعوا، التبرع بيشمل الإفطارات اللي بتصير بالمحلة اللي هي فيها تنشيط لأمر الدعوة إلى الله، وكمان المازوت اللي بيستعملوه لهذا المولد مشان الكهرباء. الله يبارك فيكم. عم بيقول أخونا اللي بعثنا الورقة الصندوق فيه عجز، يعني مطلوب أنه إذا كان في الصندوق عجز بصفرنا بصفر عنا ما في عجز، نوفق بيناتهم، نقص من هون لنحط هون ليصير فيه بيناتهم، مثل ما هيدا ما في عجز اللي بناكله، كمان هذاك مطلوب يكون فيه ما في عجز، وهذاك أهم. عم يسأل هل يقال كل شيء خلق من الماء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل شيء خلق من الماء، هذا حديث صحيح رواه ابن حبان. السيئة لا تضاعف في رمضان كما يقول بعض الناس، بعض الناس يقولوا السيئة تضاعف في رمضان، هذا ضد الدين، تكذيب للدين، هذا تنفير للناس من قدوم شهر رمضان. السيئة لا تضاعف في شهر رمضان، ما يا أخواتنا، ولا تضاعف السيئة في المدينة، ولا تضاعف السيئة في مكة مثل ما بعض الناس في مكة، في حرم مكة بعض السيئات تضاعف، يكون الذنب فيها مضاعف، كالظلم الشديد، الظلم الشديد في مكة، من عمل ظلما شديدا في مكة هذا ذنبه أشد من الذي يعمل الظلم الشديد في خارج مكة، مثل هذا فقط. أما الذنوب لا تضاعف في مكة، ولا تضاعف الذنوب في المدينة، ولا تضاعف الذنوب في شهر رمضان، هذا تنفير للناس من مكة إذا قيل كل الذنوب تضاعف، وتنفير للناس من شهر رمضان إذا قيل كل الذنوب في شهر رمضان تضاعف، هذا غير صحيح. غير صحيح أن الإمام مالك رضي الله عنه في شهر رمضان ترك تعليم الناس والإفتاء وتفرغ لقراءة القرآن، هذا غير صحيح. تعليم الناس العلوم الضرورية ضروري، قراءة القرآن فرض كفاية. شو يعني فرض كفاية؟ يعني يجب أن يقرأ القرآن، أن يكون القرآن يقرأ من بعض الناس، أما في حق كل فرد بعينه بعد حصول فرض الكفاية بيكون سنة. فغير صحيح ما ينسب لمالك أنه ترك التعليم وترك الإفتاء وصار يشتغل بقراءة القرآن، هذا تسبيط للناس حتى تضعف همامهم عن الاشتغال بعلم الدين. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال طلب العلم أفضل من النوافل، طلب العلم أفضل من النوافل، أحسن من النوافل، أسود. إذا الشخص أراد أن يعمل إحسانا مع شخص، مثل هذا السؤال، واحد التقى بشخص من أبناء عمه، ابن عمه يعني، فأراد أن يأتي لمصافحته، سلم عليه وبده يجي يصافحه، فذاك الشخص لم يلتفت إليه، هذا الشخص لما أراد أن يصافحه شو بيكون عمل؟ عمل إحسانا. ذاك الذي لم يلتفت إليه ما عمل إحسانا. هذا الشخص اللي إجا بده يصافحه الذي عمل الإحسان قال أنا أهبل لأني سلمت عليه، كفر، كفر، لأنه ذم الإحسان، ذم الإحسان كفره. واحد مثلا أحسن لأمه، واحد أحسن لأبيه، واحد أحسن لأولاده لله تعالى، عمل إحسانا الله تعالى،
ثم بعد ذلك وجد أنهم لا يعرفون له، أنه ما بيقولوا بالعامية الدرول وهذا المعروف، ما قابلوه بالمثل، فقال أنا مجنون أو أنا حمار أو أنا أهبل لأني عملت معهم منيح، كفر، لأنه ذم الإحسان. الإحسان إذا عملته لوجه الله تثاب عليه، سواء عرف لك المحسن إليه أو لم يعرف. أنت تريد رضا الله، لا تطلب رضا الناس. أنت حين تعمل عمل الإحسان لا تطلب رضا الناس، طلب رضا الله. الله يثيبك على الإحسان في محله، يثيبك عليه. إذا امرأة تزوجت برجل وله ولد، وهذا الولد يصبرها بعشر سنين أو يزيد، يجوز أن تقول له يا ابني أو أنت مثل ابني، إن كان ابن زوجها أو إن كان غيره لا يؤثر. إذا كان في فرق عشر سنين بينك وبين ولد أصغر منك بعشر سنين ويزيد، فيك تقول له يا ابني، يعني يا شبيه ابني أو أنت مثل ابني، هذا معناته، فهذا جائز. وهو إذا قال لهذه المرأة يا أمي، يريد يا شبيهة أمي، وهي تكبره بعشر سنين أو يزيد، ليس حراما، ما في معصية، هذا تشبيه، اسمه تشبيه، هذا يسمى تشبيها. كيف أنتم بتقولوا لواحد كبير بالعمر إذا بتكون تحكوا معه بتقولوا له يا عم، يا عمي بتقولوا له كمان، مش بس يا عم، يا عمي، ما معنى يا عمي؟ يا شبيه عمي، مش معناته هو أخو أبوك؟ مش كلكم عادة تعملوا هيك؟ هذا ليس كذبا، ليس معصية، ما بتقول له يا عمي، هو بيعتبرها من باب التوقير والاحترام. لما يشوف امرأة كبيرة بيقول لها يا خالتي، شو يعني يا خالتي؟ وهي من خالته؟ أخت أمه، يعني يا شبيهة خالتي، هذا معناته، هذا يجوز لغة وشرعا، منه كذب هذا، بده يكون بحاجة صحة التشبيه، يعني العلماء بيقولوا عشر سنين وما يزيد، يعني أما إذا بينه وبينه سنة ما بيقولوا يا أبي يا ابني كيف وين صار بيشبه أبوه أو بيشبه ابنه، ما بتظبط. والعياذ بالله، كمان عم يحكوا لنا حادثة مطلوب تعرفوها حتى تشوفوا قد انتشر الجهل. هون شخص عم يعلم واحد على الانترنت تنزيه الله عن مشابهة الخلق، وأن الله لا يشبه شيئا ولا يجوز عليه الجلوس. قال وقلت له، قال الشافعي من قال إن الله جالس على العرش كفر. فقال في استثناء، في قال الواحد يقول والعياذ بالله الله يجلس لا كجلوسنا، ما إذا قال يجلس كفر، شبه الله بخلقه. إذا قال لا كجلوسنا ما بينفع قوله لا كجلوسنا. قال الله له صفات خاصة، الله تعالى له صفات، هذه الصفات تليق به، الجلوس لا يليق بالله. دغري قل له، قال الإمام الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، أنت وصفت الله بمعنى من معاني البشر. إدخال الماء في الأذن إلى ما يجاوز الصماخ اللي هو الظاهر اختلفوا فيه في مذهب الشافعي هل يفطر أم لا، وكذلك قال غير الشافعي من الأئمة، بعضهم قالوا لا يفطر إذا أدخل الماء في الأذن إلى الداخل لما يجاوز الصماخ. والأحسن إذا أردت أن تغتسل وأنت صائم أن تضع الماء في يدك وتضع الأذن على الماء، فيصل الماء إلى كل الظاهر دون أن يدخل إلى الجوف. تحط الماء في كفك ثم تضع أذنك على الماء الذي تجمع في الكف، هيك بيوصل الماء لرفع الحدث إلى كل الظاهر دون أن يصل إلى الباطن. الذي يقول السيئات تضاعف في رمضان إن لم يكن مثل قريب أحد من الإسلام يتشهد، وكذب الشرع. إذا واحد عم يقول ظن أنه يجب عليه أن يوصل السلام إذا شخص أمنه وقبل هو منه فقال أنه واجب عليه أن يوصل السلام، ما في ضرر. أما إذا واحد مثلا قيل له سلم على فلان فما قال سأسلم لك عليه ولا قال نعم، سكت، لا يجب عليه إيصال السلام، مفهوم؟ واحد قال له سلم لي على فلان، ما قال له سأسلم لك ولا قال له نعم سأنفذ ولا نحو ذلك، سكت، لا يجب عليه إيصال السلام. إن أوصل له ثواب. كمان هذه المسألة جوابها إذا كان مثل قريب أحد بالإسلام لا يكفر وإلا كفر، اللي هي عمود شخص قرأ في المختصر أن على الولي قتل تارك الصلاة فظن أن الولي هو الأب ثم تعلم فتراجع، فما حكمه؟ هذا حكمه، إذا كان مثل قريب عهد بالإسلام لا يكفر وإلا كفر. الولي هنا ليس معناه الأب، معناه السلطان الخليفة أو من يقوم مقامه. وهذا بدلكم على أنه حتى الكتاب الصحيح ما بتعتمد في تحصيل العلم منه على المطالعة لنفسك،
بل تحتاج إلى من يشرح لك. ما تفسر أنت من عندك، ما تفسر أنت العبارات من عندك. شيء أول مرة بتسمعه سأل ما معناه، مش أنت تفسر بعدين يطلع غلط فتكون أهلكت نفسك. كمان اللي بيعتقد أن السيئات تضاعف في مكة والمدينة إذا كان جاهل مثل قريب عهد من الإسلام لا يصرف. عم يسأل عن واحد قال أحسن شيء أني أتزوج نصرانية وادخلها في الإسلام. لا يكفر، لأن هذا معناه من أحسن الأشياء إذا أدخلت امرأة في الإسلام، هذا معناه. كلمة أحسن تجي بمعنى من أحسن، مثل أشد تجي بمعنى من أشد، هيك في لغة العرب. الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له أي الإسلام أحسن، فقال أن تطعم الطعام وتسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. أي شيء أحسن في الإسلام على الإطلاق؟ معرفة الله والرسول. الرسول لما جاوب بها الجواب شو معنى كلامه؟ أن تطعم الطعام وتسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف، أي من أحسن الأشياء في الإسلام، فيها ثواب عظيم. وهيك بكلام العوام يقول لك هلا أحسن شيء نروح نقعد نريح لنا شوي، معنات كلامه أنه هذا أحسن من الشهادتين وأحسن من الاستغفار وأحسن من الصلاة. معناه هلا أكثر ما أشتهي الآن أني روح أقعد وريح لي شوي، لما يقول أحسن شيء هلا مش معناته أنه هذا أحسن من الصلاة والصوم والزكاة والحج والذكر، لا. هكذا في لغة العوام، هذا في لغة العوام. وأصلا بلغة العرب تجي أحسن بمعنى من أحسن، مثل أشد بمعنى من أشد، أكثر بمعنى من أكثر، تجي هيك بلغة العرب. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أم تسأل أنه إذا وحدة كتبت كلام الكفر مع الحكاية، كتبت كلام الكفر مع الحكاية ثم محت الحكاية وتركت كلام الكفر، مثل ما بيحصل أمراض بالمسابقات، هذه إن كانت لا تعتقد أن الذي ينظر في هذه الورقة المسابقة لا تعتقد أنه إذا قرأ هذا يعتقد هذا الكفر أو يفرح به، لا تكفر مجرد أنها فعلت هذا، كتبت الكفر مع الحكاية ثم محت أذان الحكاية وقدمت الورقة، لمجرد هذا الفعل لا تكفر. قال هذا لا ينفعه، ما بقى في حكاية يعني. هذا يختلف، هذا اللي انت عم تسأليه يختلف عما ظننت انه هو السؤال. اما التي كتبت اداة الحكاية على ورقة السؤال تريد بها حكاية ما ستكتبه في ورقة الجواب، فهذه تسلم من الكفر، بشرط انها لا تعتقد انه اذا اخذ الناظر في الورقة هذه الورقة سيفرح بالكفر او سيعتبره صوابا او نحو ذلك. اذا كان شخص عمل عملية في يده اليمنى فصار اذا عد التسبيح باليمنى يتألم، هذا له عذر أن يعد التسبيح باليسرى وله ثواب، لأن عد التسبيح باليد اليسرى بدون عذر مكروه، ما فيه ثواب. أما إذا كان لعذر، إذا عد باليسرى لعذر كمقطوع اليد أو ينضر إذا عد باليمنى فهذا له ثواب. إذا كان المرتد قيل له تعالى تعشى عندنا على وجه لا يهمه أنه على الإسلام، يجوز لأنه هو من صايم ونحن عزمناه على العشاء، وإذا أطعمنا المرتد بعد المغرب عشاء يجوز. المرتد وغير المرتد مين ما كان بعد المغرب فينا نطعمه، رمضان إذا صار المغرب خلص فقد أفطر الصائم، هذا من الصائم أصلا حيث الحقيقة. فإذا قلنا له تعال تعشى عنا وهو ما بيتوهم شيء بالمرة، هو بده يأكل، فما علينا ضرر. قول بعض العلماء إن أهل البرزخ إذا رآهم الشخص وقالوا شيئا في المنام ما قالوا يكون حقا، الأحسن ترك هذا القول، لأنه ليس كل ما يقولونه في الرؤيا يكون كما قالوا، لأن بعض العلماء قالوا الميت إذا رؤيا في المنام رؤياه حق، فما يقوله يكون حقا واقعا. ترك هذا أحسن، ترك القول بهذا القول أحسن، يعني اللي هو ظاهر أنه مش كل شيء بيقوله بالمنام بيكون هكذا كما هو قال في المنام. بارك الله فيكم.